السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد من قناة وليد هوب. إذا كنت تشاهدون للمرة الأولى أتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عزيزي المشاهد لكي يصلك كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. وأيضا كبداية هذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، ومرحبا بكم في فيديو جديد عن آخر أخبار محترفينا وانتقالاتهم، والذي في هذا الفيديو سنتكلم عن سعيد بن رحمة بالضبط. طبعا في الآونة الأخيرة قبل يومين نشرت لكم فيديو عن سعيد بن رحمة واهتمام كبير لسعيد بن رحمة من أحد الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ألا وهو نادي أرسنال. ولكن أكدت لكم أنه لا يوجد أي شيء رسمي لحد الآن، فقط اهتمامات. وأيضا سنتكلم عن سبب تأخر يعني صفقة انتقال هذا اللاعب إلى أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، سأضع هذه النقطة جانبا وسنناقشها بعد قليل. أولا كما قلت لكم، نادي أرسنال جدد اهتمامه بسعيد بن رحمة، وأيضا أرتيتا الآن مركز على يعني الميركاتو، سوق الانتقالات بصفة عامة، من أجل استقطاب بعض اللاعبين. ومن الممكن أن هذا الاهتمام بين هذين الطرفين، أي بين سعيد بن رحمة وأرتيتا، يمكن أن يتطور ويصبح عرض رسمي وانتقال رسمي إن شاء الله في المستقبل القريب. ولكن في هذا الفيديو لن نتكلم عن أرسنال، بل سنتكلم عن ويست هام الذي أيضا جدد اهتمامه بسعيد بن رحمة. وطبعا حدث هنالك زلزال في الأخبار الإنجليزية اليوم من كل من سكاي سبورت، وطبعا خبر هذا اليوم يعني وخبر هذا الموضوع جاء من موقع سكاي سبورت المتخصص في جلب أخبار كرة القدم والعالمي والمشهور، وأعتقد أن الجميع يثق في هذا يعني المصدر. فكما قلت لكم، ويست هام جدد اهتمامه مجددا بسعيد بن رحمة لاعب نادي برينتفورد. وكما قلت لكم، يريد هذا النادي فقط بيع احد اللاعبين من اجل يعني استكمال المال، وان يتوفر لديه المال من اجل شراء سعيد بن رحمة مباشرة. فايضا اعزائي المشاهدين، في نفس السياق اقول لكم ان استون فيلا، وقد شرحتها في فيديو سابق، انه قد ينسحب يعني من صفقة سعيد بن رحمة من نادي برينتفورد اذا لم يتم تخفيض السعر. كنت قد شرحتها ولا اريد اعزائي المشاهدين ان اعيد الكلام الذي قلته. ولكن حاليا فقط هنالك ناديان مهتمان كثيرا بسعيد بن رحمة، كل من ويست هام ونادي ارسنال. واتمنى صراحة سعيد بن رحمة ان ينتقل الى ارسنال. ارسنال افضل من ويست هام باشواط، وطبعا مع ارتيتا الذي مسك هذا النادي رسميا هذا الموسم، طبعا حقق لقبان، لقب الدرع الخيريه والاف اي كوب، وتفوق حتى على مدربه بيب جوارديولا واستاذه بيب جوارديولا. فانا وافضل وجهه لسعيد بن رحمه حاليا هو نادي ارسنال، ولكن الله اعلم، يعني كل واحد وحر في رايه. وايضا اريدكم الان اعزائي المشاهدين ان تذهبوا الى صندوق التعليقات وتعطونا ارائكم. ولكن بمناسبه اهتمام ويست هام الذي جددت، كما تشاهدون اعزائي المشاهدين، صرح لنا موقع سكاي سبورت كما تشاهدون، ديان غانا سيت فور ويست هام بروم ميديكال، يعني باللغه العربيه اعزائي المشاهدين ان ديان غانا هذا اللاعب يعني سيذهب الى احد الانديه الاخرى، وهو صراحه سيعمل كشف طبي من اجل الدخول في سوق الانتقالات، وايضا سينتقل الى احد الانديه. حاليا هنالك عده انديه مطالبه على هذا اللاعب، ولكن بعدما ان يتعاقد هذا اللاعب مع احد الانديه، فبطبيعه الحال ويست هام ستتحصل على المال الكافي من أجل الدخول في صفقة مع سعيد بن رحمة. كما قالوا هنا أيضا، Meanwhile the Hammers are poised to make a formal offer for سعيد بن رحمة Brentford سعيد بن رحمة once ديان غانا is sold، يعني باللغة العربية قائلين إذا تم بيع ديان غانا سيتم بالمال الذي بيع هذا اللاعب سيتم شراء سعيد بن رحمة من نادي برينتفورد. وطبعا قائلين في نفس السياق، A number of Premier League clubs including Aston Villa are interested in سعيد بن رحمة but Brentford have yet to receive an official bid for the player who they value at over 25 مليون باوند. يعني باللغة العربية أعزائي المشاهدين، قال هنالك عدد من الأندية مطالبة بهذا اللاعب، هنالك أيضا أستون فيلا، ولكن لم يتحصل سعيد بن رحمة إلى أي عرض يعني رسمي لحد الآن. ولكن سعر هذه الصفقة وسعر سعيد بن رحمة في سوق الانتقالات هو 25 مليون جنيه استرليني، وهذا هو السعر الذي طالبت به يعني إدارة برينتفورد من أجل النادي الذي يريد شراء هذا اللاعب سيدفع هذا القدر من المال. أما ثانيا أعزائي المشاهدين، صرح لنا فوتبول لندن، هذا الموقع اللندني المتخصص في جلب أخبار كرة القدم، هو أيضا أتي لكم بأخبار وهو موثوق دائما. كما صرح لنا أعزائي المشاهدين، سعيد بن رحمة would be a ideal Grady Diangana replacement if West Ham can offer him،
يعني باللغة العربية قائلين سيكون سعيد بن رحمة بديلا مثاليا لجراي جراندانا إذا كان ويست هام يستطيع تحمل تكاليفه، وبطبيعة الحال إذا تم بيع هذا اللاعب سيتحمل تكاليف سعيد بن رحمة. وقائلين أيضا إذا قام ويست هام ببيع غرادي ديانغانا إلى ويست بروميتش، وهو الأمر الذي سيتم يعني تسميته ولكن يبدو أنه محتمل حاليا، فعندئذ سيكون لديهم بعض المال لإعادة الاستثمار، وفي النظر الكثير لا يوجد أعذار لعدم القيام بذلك، ومن المتوقع كثيرا أنهم يعني سيشترون سعيد بن رحمة الذي هو رسميا في اهتمامات هذه الإدارة، وكان يعني من اهتماماتهم من بداية الأمر. وكما قائلين في نهاية المطاف يبقى يعني سعيد بن رحمة بديلا لائقا لجراند ديانغانا، ولكن تفصلنا أيام أعزائي المشاهدين ونرى إذا هذه الخطوة ستتحقق أم لا. ولكن يعني أعزائي المشاهدين كما قلت لكم نتمنى أن يذهب هذا اللاعب إلى أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لعله وعسى أن يقدم أفضل مستوياته، فحتى نقاد إنجلترا لكرة القدم قالوا أن سعيد بن رحمة مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز وليس يعني مستوى الشامبيونشيب. فأيضا أعزائي المشاهدين كما قلت لكم هنالك ناديان حد الآن يعني يتكلمان على هذا اللاعب بصفة رسمية، هو نادي أرسنال وأيضا نادي ويست هام اللندني. طبعا اعزائي المشاهدين اعلمونا في صندوق التعليقات قولوا لنا من هي الوجهه الافضل لسعيد بن رحمه، هل هو ارسنال ام ويست هام الهامرز. حين أعزائي المشاهدين لاعب نادي مانشستر سيتي والمحبب كثيرا لبيب غوارديولا مدرب هذا الفريق سكاي بلوز وجه له رسالة مباشرة، وأردت أن أشاركها معكم صراحة أعزائي المشاهدين وأتمنى أن تنال إعجابكم. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين موقع مانشستر إيفنينج نيوز صرح لنا مان سيتي ستار فيل فودن سنت بيب غوارديولا ا مسج أوفر بوزيشن. أعزائي المشاهدين ماذا قال لنا باللغة العربية؟ قال لنا باللغة العربية أن نجم مانشستر سيتي يرسل رسالة لبيب غوارديولا بشأن المركز الذي يلعب فيه. فطبعا راحوا يعملون يعني مقال كبير وصرحوا فيه أن فيل فودن لعب يعني مع نادي مانشستر سيتي عدة من المرات تحت قيادة بيب غوارديولا، وأيضا أن بيب غوارديولا معجب بهذا اللاعب كثيرا وإلى غير ما ذلك. هذه الأمور يعني لا تهمنا، فقط هذا تعريف شخصي لهذا اللاعب وللأحداث التي حدثت بينه وبين نادي مانشستر سيتي. ولكن الشيء الذي يهمنا هو تصريح فيل فودن الذي صرح فيه أعزائي المشاهدين موقع المفضل هو وسط خط الوسط، يعني the midfielder يعني خط الوسط، لذا هذا هو المكان الذي أرى نفسي فيه، يعني هذا هو المكان الذي يجد فيل فودن راحته فيه. ولكن بيب غوارديولا ماذا كان يفعل؟ كان يشركه في مناطق أخرى مثل ينافسه في مكانة رياض محرز. ها هو اللاعب أيضا يقول أنه يفضل أن يكون كميدفيلدر يعني كلاعب وسط يعني في مكان دافيد سيلفا، هذا هو حلمه حسب ما جاء يعني في تصريحه الأخير. كما تشاهدون أيضا قائلا لكنني أستمتع باللعب من اليسار ومن جهة اليمنى وأحيانا يعني كلاعب وهمي ولكي أسجل الأهداف، ولكن يقول أنني أن المكان المفضل لدي هو لعب في الخط الوسط. ولكن بيب غوارديولا كما قلت لكم دائما ما يعني ينافسه برياض محرز، ورأينا هذا الموسم صراحة بيب غوارديولا أكثر في المنافسة بفيل فودن في مكان رياض محرز، وحتى اللاعب صرح بنفسه أنه يفضل مركز الوسط يعني خط وسط رفقة كيفن دي بروين مكان دافيد سيلفا. وكدليل على ما أقوله هو أيضا صرح لنا أنه يفضل مكان دافيد سيلفا. كما تشاهدون كان السيتي حازما لمدة عام على أن الشاب قد تم اختياره كبديل لدافيد سيلفا هذا الصيف، على الرغم من أن تعدد استخداماته يعني أدى أيضا إلى طرح أسئلة حول أفضل مكان يمكن استخدامه في المستقبل. يعني فيل فودن بيب غوارديولا أراد أن يجعل فيل فودن مكانه في خط الوسط وهو البديل المثالي لدافيد سيلفا. ها هو دافيد سيلفا راح إلى ريال سويسيداد، فبالتوفيق لهذا اللاعب كما قلت لكم، وبطبيعة الحال للمعلومة هو مصاب بفيروس كورونا وهو يعني يتعافى بشكل يعني تدريجي، هذه الأمور لا تهمنا. ولكن يعني برحيل هذا اللاعب يعني دافيد سيلفا نتمنى أن بيب غوارديولا سيشرك فيل فودن مستقبلا في الموسم القادم، بقيت أيام قليلة فقط، أن يشركه في خط الوسط ليس مكان رياض محرز، فرياض محرز يجب عليه أن ينافس فقط فيران توريس صاحب الجنسية الإسبانية الذي سيكون المنافس الأول لرياض محرز الموسم القادم. ف
فهذه كانت رسالة واضحة من فيل فودين لبيب غوارديولا، يعني أريد أن ألعب في خط الوسط، ونتمنى بيب غوارديولا أن يلبي هذه الدعوة ويشركه مكان دافيد سيلفا الراحل عن نادي فريق مانشستر سيتي، هذا اللاعب الأسطوري. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.